سعيدين بانطلاق النسخة الثانية من موسم الندوات، نسخة جديدة، نسخة مميزة عن النسخة السابقة، لا سيما أن النسخة السابقة شهدت حضورا مميزا وشهدت تميزا بشكل عام. الجميل في هذه الندوات أنها تساهم بشكل كبير في إحياء المشهد الثقافي في الدولة، وأيضا تغذية العقول التي نحن بحاجة ماسة إلى تغذيتها من خلال تزويدها بالثقافة. فهذه دعوة للجميع لحضور موسم الندوات في نسخته الثانية.